فيروس كورونا هذا ظهر أول ما ظهر في أواخر سنة 2012، وأول حالات صاروا في الأردن، وبعد من أواخر 2012 والمدة اللي بعدها انتقل خاصة في السعودية. في السعودية هي أكثر بلاد اللي فيها المرض هذا، لكن المرض هذا وقع تشخيصه في برشا بلدان أخرى. إلى حد الآن فما تقريب 19 دولة أعلنت على حالات مرض الكورونا، لكن حالات قليلة. بالنسبة للعربية السعودية، إلى حد الآن سجلت حتى لحد هذا اليوم العربية السعودية سجلت 491 حالة، منهم 147 وفاة. لكن الحاجة الجديدة في الموضوع هذا كما قلت بكري، العربية السعودية من 2013 قاعدة تسجل في حالات. الحاجة الجديدة أنه من مدة شهرين تقريبا كان المرض موجود خاصة في الجهة الشرقية بتاع العربية السعودية، الرياض اللي بعد الرياض، وفي بعض بلدان الخليج كما الإمارات. ومن مدة شهرين تقريبا ولات العربية السعودية تسجل في حالات في جهة مكة والمدينة والطائف وجدة. بما أن الأماكن هذه القاعدة هذه هم اللي يمشون على الحجيج والمعتمرين، حبينا نأكدوا أن يلزم يأخذوا الاحتياطات اللازمة وقت ما يجيو ماشيين للعمرة والحج. الحج مازال شوي ما نعرفوش شنو باش يصير من هنا لأربع شهور يجي الحج، أما خاصة بالنسبة للمعتمرين اللي كان قاعدة الحالة على ما هي بالنسبة للمعتمرين اللي باش يمشيو في شهر رمضان. العلامات بتاع المرض هذايا يبدا كيما النزلة، يعني كيما الجريب، وبعد يتطور إلى التهاب حاد في الجهاز التنفسي، ويمكن يؤدي للموت كما قلت لكم بكري. مثلا بالنسبة للعربية السعودية فما إلى حد الآن 147 وفاة. بما أنه المرض هذا ما عندوش دواء خصوصي ليه، هو مرض موسم ما عندوش وما عندوش تلقيح، الإجراءات اللي لازم ياخذوها المعتبرين في الوقت الحاضر هو يلزمهم يردوا بالهم وقت اللي يمشيوا الغادي، ما كان ينجموا ما يمشوش لأماكن المكتظة، ويلزمهم يبعدوا على إذا كان فم واحد مريض يبعدوا عليه، وإذا كان مرض واحد خاطرهم يسكنوا مع بعضهم وخاطر وقت اللي يمرض واحد ما تنجمش تعرفوا بالكورونا ولا مش بالكورونا، يلزم يعمل لك الماسك شيروجيكال معناها يمشي ما يعديش الناس الاخرين. وننصحوهم زادا كما نصحناهم وقت قريب بغسل اليدين يغسل يديهم، ويتجنبوا اللي كان باش ياكلوا غلة خضرة يلزم يغسلوها بالماء. وبما انه فما شك كبير انه الفيروس هذا اصله على اللول تقريبا عند الشمال، ننصحهم باش ما يشربوش الحليب، الحليب اللي خاصة الحليب اللي ماهوش معقد، وما ياكلوش اذا امكن ما ياكلوش لحم معناها لحم الجمال. وإذا كان تعكت واحد جات على النزلة وتعكت حالته، معناه يلزموا في أقرب وقت ممكن يتصل بالمستشفيات السعودية اللي هما معناها حاضرين باش يقبلوا الواحد. بالنسبة توا لتونس، بالنسبة للوضع في تونس، كما أعلنا عليه سابقا خاطر خرج في البلتان بتاع السي دي سي، هذيك البلتان بتاع السي دي سي يعمل تحليل كل جمعة. الثلاثة حالات اللي قالوا عليهم في السي دي سي موجودين من قبل هما الحالات اللي سجلناهم في مايو 2013 وأعلنا عليهم من وقت. هما تاع السيد اللي جاء من العربية السعودية من قطر، قاعدة من العربية السعودية وقطر، ووقت اللي جاء لهنا مرض
مرض تنفسي حاد وتوفى السيد هذاك، وعملنا له تحاليل في وقته وظهر له عنده الكورونا، والحالتين الاخرين هما ولده وبنته. اما الحالتين هذوك ما عندهمش علامات المرض، اما في نطاق اللونكيت اللي بتعمل اللي كان في الذكاء لقينا عنده ولا لسه معنا ما صار لهم حتى شيء، ما عندهمش حتى علامات. حالتهم بالنسبه لتو معناها لاباس؟ لاباس عليهم لانه تو عام عامين عام واش لاباس عليهم. طب بالنسبه للناس اللي تجي من عمر ولا تجي من حج، هو يلزم اذا كان في المده اللي تفصل جيانهم من الحج 14 يوم، مده المراقبه 14 يوم، اذا كان تظهر عليهم علامات نتاع قصور هذا التنفسي حاد مع سخن ومع يبدا قبل معناها عطسان وكحه وسخانه، وبعد ذلك يلزم يمشيوا لاقرب مستشفى باش يقع الكشف عليهم وناخذوا عينات اللي يقع تحليلها في المخبر نتاع شهر الكور، عندنا مخبر مرجعي نتاع شهر الكور، واذا كان فما حاجه نقوموا بما يلزم القيام به بعد اللي هو نشوفوا الناس اللي عندهم علاقه بهم ما عندهمش المرض ما عندهمش الفيروس اللي كان قناه. كيما عملنا بالنسبه للحاله تونس هي اول بلاد خارج منطقه الشرق الاوسط معناها الجزيره العربيه اللي اكتشفت حالات نتاع الكورونا في فرد وقت، هي وفرنسا والمانيا وبريطانيا. وقتاش هذا بالضبط؟ هذا في ماي، في اواسط ماي 2013. وعندما اكتشفنا الكورونا فما برشا ناس خاصه في البلدان المتقدمه شكوا في صحه النتائج اللي اعطاها مخبر شارل دي غول، وهذاك علاش قمنا بتأكيد الحالات هذه في أمريكا عند السي دي سي المركز الأمريكي لمقاومة الأمراض هذا، والسي دي سي أكد صحة النتائج اللي صدرت عن مخبر شارل دي غول، حيث احنا من الأول خذينا كل الإجراءات باش إذا كان تجينا حالة لا قدر الله نجم نتصدوا لها نجم نكتشفوها في أقرب الأوقات باش نتصدوا لإمكانية العدوى منها للناس الآخرين. عندنا استعداد الأقسام الاستشفائية لقبول اللي كان فما حالات مشتبهة، وقاعدين يجيو حالات مشتبهة وقاعدين يقع التحاليل نتاعهم في مخبر شارل دي غول. عندكم مش معدل الحالات هذيا اليومي؟ ما عنديش لا من اليومي لا، أما بعض العشرات، وآخرها فما حالة آخر حالة مشتبهة جاتنا من سوسة واليوم برك جات النتيجة نتاعها. مرأة وفاة جات العربية السعودية وعملت قربية، مرأة عمرها 74 عام وعندها مرض السكري وعملت قصور حاد، وراقبوها في مستشفى في سوسة مستشفى فرحات حشاد، وعملوا لها التحليل والتحليل ظهر نيجاتيف، ما عندهاش مرض الكورونا. معناها ماتت بسبب بخ. بسبب بخ. هذا حبيت نقول لك اللي احنا قاعدين نتبعوا في الحالات هذه حاله بحاله، معناها مش مازلنا ما لقيناش، مش معناها مانيش قاعدين نتبعوا، قاعدين نتبعوا في الحالات هذه اللي قاعده تجي. خموس انت اذا كان هذوما اللي باش يرجعوا ديريكت تعملوا لهم تحاليل، يعني التحليل استباقي لقائي. لا هذا الى حد الان معناها الحاله الوبائيه الحاليه، بما ان المرض ماهوش منتشر الحالة ما نعملوش. ومنظمة الصحة العالمية في آخر تقرير بتاعها اللي خرجته نهار 7 ما تنصحش بأي يسموه استقصاء عن الديبيستاج في مناطق العموم إلى حد الآن، يمكن الأمور تتبدل بعد هذيك حاجة أخرى. ولحد الآن منظمة الصحة العالمية ما تنصح ما ما ما, ما تحطش حتى قيود على التنقل للعربية السعودية وللبلدان الخليج بما فيهم الناس اللي باش يمشيو للعمرة مكتوبة بعد
في النطاق هذا منظمة الصحة العالمية اليوم باش يعملوا اجتماع تاع الخبراء نتاعها باش يشوفوا الموضوع حسب التطورات هذه، وإذا كان فما حاجة جديدة احنا حاضرين باش نطبق ونلزم نعملوا. يعني نعرفوا انه عندنا أجهزة نتاع رقابة وسيستام كامل للشيء هذايا مثل الحالات هذيا، علاش التو ما تمش معناها تفعيل؟ اسمعني، هذا حكاية التفعيل هك لي ديتيكتور دو طومبيل بالضبط الا عملناه وقت قريب موجود في المطار. هذا النتيجة نتاع وقت قريب الساعة كانت ما تقريب ما معناها ما اكتشفنا حتى حاجة تقريبا بالسيستم هذا، لأنه إذا كان واحد يبدا عنده سخان مش باش يقعد بالسخانة حتى يجينا ياخذ حرام شوي يتعدى وتوقف السخانة. لكن بالنسبة للكورونا راهو مش السخانة برك هي اللي يلزم سخانة ويلزم كحة وعطسان التهاب نتاع في الروان. هذا ما الكواشف اللي عندنا هي تكشف السخانة برك، ومش كل واحد عنده سخانة راهو عنده كورونا. إلى حد الآن ما فمش حتى بلاد عملت الموضوع هذا. كما قلت لك الخطر تو بالنسبة هي الحالات المشتبهة معروفة في العالم كله، هي الحالات اللي يبدأ عنه التهاب رئوي حاد ومعاه السخانة ومعاه علامات عليها العطسان والكحة وما إلى ذلك. خاطر فما تعريف للحالات المشتبهة، مش اللي عنده سخانة حالة مشتبهة. الحالات المشتبهة معروفة، يلزم يكون عنده سخانة، يلزم يكون جاب من جهة هذيك، ويلزم يكون عنده سخانة وعنده التهاب رئوي حاد، وقتها يقع التفكير في أنه مصاب بمرض الكورونا. الحالات المشتبهة كما حكيت أنت تو حاليا ثم عشرات حسب ما حكيت أنت بكري، ثم عشرات شنو عاملين معاهم بالضبط معناها؟ مو الحالات المشتبهة الكل عملنا لهم التحليل هذاك باش يفرزوا الكورونا. إلى حد الآن ما عندنا حتى حالة إيجابية. الناس ما يلزمهاش الهلع، لكن يلزم التوقي ويلزم الحذر. البعض يقول إنه موقف مثلا منظمة الصحة العالمية حاليا مربوط على إنها ما زالت معناها تكلم في الأمور وما تاخذش مثلا إجراءات استباقية واستقصائية، على إنه الأمر مربوط مش بصحة المواطنين بل ينجم يكون حتى بمصلحة شركات أدوية مثلاً عالمية. لا هذه لا حكاية شركات الأدوية مش ممكن، يمكن وقت قريب يمكن خاطر الواحد ما يعرفش عن نواه أما يمكن. أما بالنسبة للكورونا ما فمش شركات أدوية، لأنه لا فم لا دواء لا فم لا تلقيح. شركات أدوية مش هي شنو الانتريه نتاعها؟ ما فماش دواء خصوصي ليه، لا يمرض معناها يداوى العلامات، ما يداواش المرض هو بيه.